أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني. وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا، بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة.